منذ تدشين المشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك المفدى بعد تسلمه مقاليد الحكم في البلاد، تزاحمت الأفكار والرؤى في المجال التنموي والحضاري، مما أنتج مشاريع اقتصادية رائدة وإصدار تشريعات وقوانين تشجع الاستثمار وتغذي الجانب الاقتصادي في مملكة البحرين، حتى أصبحت المنامة محطة جاذبة للمستثمرين من شتى دول العالم. بذور التنمية منذ مطلع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وجدت ضالتها بمملكة البحرين، إذ سقيت بأفكار اقتصادية ذات رؤية بعيدة المدى، حتى أثمرت مشاريع رائدة قفزت معها المنام عاليا، فأصبحت محط أنظار رؤوس الأموال في شتى دول العالم. مملكة البحرين وبحسب مجلس التنمية الاقتصادية لديها تتميز بنظام تشريعي وقطاع مالي قوي يزيد من جاذبيتها للمستثمرين، فضلا عن توقيعها لحزمة من الاتفاقيات الثنائية في التشريعات المعززة للاقتصاد الوطني. وتعد البحرين المركز المالي الأسرع نموا إقليميا، فوفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية عام 2011 فإن اقتصاد البحرين هو الأكثر حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا توجد العديد من الشركات الدولية التي تتخذ من البحرين مقرا لها. كما أن المنامة تعتمد على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مجالات العقارات والسياحة وغيرها. من جهة أخرى يسيطر النفط والغاز الطبيعي على الاقتصاد البحريني، ويأتي الألمنيوم في المرتبة الثانية كأكثر المنتجات البحرينية المصدرة. ولأن الاقتصاد عصب التنمية كان لغرفة التجارة والصناعة في المملكة الأثر الفعال في إبراز أهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد البحريني. أما فيما يخص الجانب السياحي وأثره على الاقتصاد، فتستقبل مملكة البحرين ملايين السياح كل عام، حيث تتمتع البحرين بالعديد من المعالم السياحية التي يعود أصلها للحضارات القديمة، بالإضافة إلى المعالم والمنشآت الحديثة والبرامج الحضارية والثقافية، وكذلك الأسواق التجارية الحديثة والشعبية. ورغم التحديات التي واجهت الجوهر الاقتصادي بالبلاد، إلا أن البحرين جارتها بالعديد من الخطط الاقتصادية البديلة، ولعل رؤية البحرين 2030 أكبر أنموذج حضاري على المستوى الاقتصادي في المملكة.